مساء الخير، مساء السرور لكل متابعين الكرام. نتواجد هنا أمام مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالقنيطرة من أجل أيضا متابعة خاصة لأحد الأنشطة التي تنظمها تنسيقيات المجتمع المدني بالقنيطرة. محور هذا اللقاء هو يوم دراسي التعمير بالمغرب بين التطبيق والآفاق بشراكة مع المهندسين المعماريين والمهندسين المستحين الطبوغرافيين والمنعشين العقاريين، وذلك بحضور نخبة من الأطر التي تحاول أن تلامس هذا الموضوع لدى أهميته، وأيضا من خلال أيضا الحضور الوازن لعدد من الضيوف والشركاء في هذا النقاش. كان معكم أبو أنس أمام مقر غرفة التجارة الصناعة لقناتنا إلتي ميديا، وأيضا في الإخراج والتصوير أحمد لحيان. في البداية شهر مبارك ويوم مبارك، أتمنى من الله سبحانه وتعالى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول رحمة ووسط مغفرة وآخر عتق من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يعتقنا من النار، آمين. إخواني أخواتي، تتشرف اليوم الجمعية ديال التنسيقية القنيطرية لجمعية المجتمع المدني باش تقوم بهذا العمل، وهي جمعية ثقافية وجهوية. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن النشاط اللي هو نشاط في رمضان، والعلم فهو جميع العلوم إما الدنيوية إما الأخروية، فكان ضروري أن في رمضان أننا نأخذ من هذه العلوم. واليوم جبنا واحد الموضوع اللي هو يهم الصغير والكبير، يهم المؤسسة ويهم الفرد. فتنشكر من باسمكم الإخوان اللي شاركوا معنا، وهم الإخوان ديال المهندسين الطبوغرافيين والإخوان المعماريين والإخوان المنعشين. تشكرهم اللي قاموا بالشراكة ديال هذا اليوم. لماذا؟ لأن هذا اليوم بغينا أن المواطن القنيطري، بغينا الإنسان القنيطري يفهم على أن الحقوق ديالو في التعمير، وكما تعرفوا أن التعمير راه أصبح هو الإشكالية الكبرى ديال الجامعات المحلية في المغرب. راه سمعتوا شي رئيس حيدو ولا شي رئيس عنده مشاكل، فتعرفوا بأن هاد الرؤساء أغلبية ديالهم راه مشكلتهم هو مشكل التعمير. ما تيفوتنيش اننا طلبنا ورسنا وقلنا للاخوان، صرفنا دعوات للاخوان ديال المجلس البلدي باش يحضروا معنا حتى هما. تنشكروا اللي حضر منهم السيد القمح كمسؤول على التعمير السكني حاضر معنا، وكاين معنا بعض المهندسين ديال المجلس، تنشكرهم باسمكم. وتنشكروا حتى الاخوان والاخوات اللي ما حضروش معنا، اما مرحبا بهم. ان هذا موضوع ديال الساعه، فتنشكر جميع الاخوان والاخوات. معنا الاستاذ ديالنا السي عبد الواحد الادريسي اللي هو استاذ بالتعليم العالي بالمعهد الوطني للتهيئه والتعمير، دكتور في التخطيط، مهندس مساح طبوغراف ورجل قانون، خبير في واحد المجموعه ديال الهيئات. فالحمد لله احنا كهيئه المهندسين الطبوغرافيين تنستفيد منه كثيرا. التعمير بالمغرب الممارسة والآفاق. عنوان المقدمة: التعمير وسؤال المعنى. ما هو التعمير؟ التعمير بين العمران المادي وعمران الإنسان. طبعا الإنسان هو الذي ينتج المدينة، هو الذي ينتج المجال الحضاري، ولكن كذلك فذلك الإطار المبني، ذلك المجال، تلك المدينة هي التي تشكل نفسية الإنسان، وهي التي يا إما تساعده على الترقي والارتقاء في إنسانيته، كما قد تكون المدينة عنيفة فتؤثر سلبا وتجعله في دركات القيامة. مرحبا بكم متابعينا الكرام. ايضا في اطار الروبورتاج التي سنحاول تقديمه في هذا المساء، شرف ان نستضيف احد الاطر الوطنيه ذات الاهتمام، وايضا حضوره الوازن على مستوى الساحه يشكل ايضا بصمه. مساء الخير سي ابراهيم بشلحه. شكرا سيدي، تحياتي لك. اليوم هذا اللقاء ماذا يشكل لكم في اطار اليوم الدراسي؟ فاللقاء صراحه جد مهم، وعلى ما اعتقد بانه كان ممكن انه يتعمل من بعد الأحداث الكارثية ديال تركيا.
التي أدت ب 40,000 وفاة. وهذا الموضوع يصب في نفس الاتجاه في نفس السياق، نظر لأهميته، وخصنا نشوفوا إعادة النظر فيما يتعلق بالقوانين للبناء حتى نتفادى التجربة الكارثية ديال تركيا. والملاحظ اليوم في هذا اللقاء الآن، هناك نقدر نقول يمكن ماشي بسوء نية، المشاركين تتلخصوا ما بين المهندسين المعماريين والمنعشين العقاريين. وأحسن موديل اللي معمول في العالم وهو يسمى بالموديل دوردر تريبتيك، ما يعني ثلاثة المشاركين المهمين، وهو لا ميتريز دوفر ولا ميتريز دوفر سي لارشيتكت اي لو بيرو ديتود، مكتب الدراسات ومكتب المهندس المعماري، هادو تتسمى لا ميتريز دوفر. وكاين لو متر دوفراج وهو صاحب المشروع والمقاول. الا خرجنا على هذا الاطار ديال ثلاثه ديال الفاعلين في البناء، هنا تنتسبوا في الكارثه، والكارثه راها واضحه في تركيا، لان تركيا المنعش العقاري هو لو متر دوفراج، هو لو كونستركتور، و او ميم طون هو المؤثر في المهندس المعماري، وكذلك وبالاخص المهندس المكتب الدراسات. المكتب الدراسات له دور مهم في دراسة الهياكل أو الإنشاءات المعدنية أو الإنشاءات من الخرسانة المسلحة. هذا المهندس له دور مهم جدا حتى نتفادى كل ما هو كارثي، بالأخص الكارثة التي وقعت في تركيا، وقعت في مجال في عدة دول، ولكن مع ذلك نظموا الجانب القانوني واختاروا المادة اللي تكون أحسن في مواجهة الزلازل إلى آخره. وهذا الدور، هذا اللقاء ديال اليوم، أتمنى أنه يكون يصب في هذا الاتجاه، وهذا ما نريد وما نؤكد عليه، وستكون لي ردود فعل في هذا الاتجاه في هذا اللقاء، ونتمنى أنه يدار في جميع المدن المغربية. ونشكركم كفاعلين في المجتمع المدني وكصحفيين السيد حاني على هذه المجهودات. واليوم تنشوف ديك يعني النتائج ديال اللقاء الأخير في تأسيس الجمعية الوطنية للصحافة والمهن، مهن الإعلام. هذا كنتائج اليوم تنشوفكم كديزيليمون ديزاكتور في لافيل تتسهروا على هذا العمل، فهذا جد ممتاز ونشكركم. إذا نعتبرها بداية وانطلاقة لتحليق الجمعية الوطنية للصحافة ومهن الإعلام على مستوى المملكة المغربية إن شاء الله. نشكرك. مباركة. نشكرك سيدي. طيبة. طيب مساء الخير، شرف لي استضيف الاخ مصطفى القاهم، حنائم رئيس على مستوى مصلحه التصاميم على مستوى مدينه القنيطره. اليوم ايضا يحضر لي لقاء هام، يوم دراسي ينعقد من اجل نقاشين هام. ماذا يشكل لكم مصطفى هذا اللقاء؟ اولا رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. بالنسبه لهذه الندوه العلميه كنظن انها مهمه جدا، لا بالنسبه المجلس أو أعضاء المجلس، وكذلك بالنسبة للمهندسين والطبوغرافيين اللي كنشكرهم بالمناسبة على هذه الندوة القيمة اللي حضر فيها أستاذ يعني من طراز الممتاز، اللي شرح بعض المسائل اللي كتخص التعمير بالمدينة وبالأخص مدينة القنيطرة. وشكرا جزيلا على هذه المبادرة اللي نتمنى أنها تكرر، وما أحوجنا لعدة ندوات في عدة مجالات بالمدينة. شكرا جزيلا. أيضا القطاع ديال التعمير الحمد لله عرف واحد التوسع عمراني، والقنيطرة عرفت واحد التضخم، أكيد أن هذا اللقاء أيضا غادي ينعكس مستقبلا على هذا القطاع إن شاء الله. كنظن أن القنيطرة الحمد لله كما كنشوفوا يعني مليئة بالبنايات الجديدة، وغادا في واحد يعني التوسيع او يعني يعني بزاف ديال البنايات اللي ولاو جداد دابا على مستوى المدينه، وبالتالي يعني خص التفكير ماشي على المدى يعني القريب، ولكن خص يكون التفكير على المدى البعيد ان شاء الله، حتى يكون واحد يعني واحد التعمير اللي يكون في المستوى اللي يفرحوا به وليداتنا ان شاء الله، وما نلقاوش مشاكل كما لقيناهم الان في بعض المناطق.
شرف لي استضافة أحد المهندسين المتميز على مستوى المملكة المغربية. هو حضوره الوازن أيضا في هذا اللقاء يشكل ثمرة باعتبار أنه دائما صاحب إبداع، صاحب إمكانيات كبرى. ماذا يشكل لكم سي جمال القرقوري هذا اللقاء؟ وهذا اللقاء هذا تمنيناه يكون هذه مدة، وحصل الشرف أنه يكون في هذا الشهر الكريم. وهذا اللقاء هذا يعني كان نورمالمون يحضروا له واحد العدد ديال لي زانترفونون ديال المدينه باش نتكلموا في هذا الموضوع اللي هو كيهمنا كاملين، اللي هو كرياسيون ديال لاسباس الفضاء ديال ولادنا. نعم. والمدينه يعني الفوتور ديال المدينه. نعم تبارك الله عليك. الله يحفظكم. شنو ممكن الرهانات المستقبليه اللي ممكن تعطيو على مستوى مدينه قنيطره؟ انا ديما كنقول بان قنيطره مدينه يعني هي اول المدينه الوحيده في المغرب اللي عندها نهر كاين في وسط المدينه، والمدن العالميه اللي هما مستوى ديالهم عالي عندهم نهر في وسط المدينه. ما شاء الله. يعني نقدروا نقارنوا قنيطره بمدريد، نقارنوها بفرانكفورت، نقدروها بلوندغ. ما شاء الله. هذا الشيء اللي خصو يكون، لان هذا لو فات انه يكون نهر في وسط المدينه كيعطي قيمه اضافيه للمدينه. مالوغوزمون المدينه هي عندها هاد لي زوبورتونيتي، ولكن ما مستفداش منهم بداك المستوى اللي خصو يكون فيها. تبارك الله. شكرا. بارك الله فيكم. شكرا لنا ولكم. الله يعاونك.